اهلا وسهلا ومرحبا بكم في سحري بحري، الروبريك الوحيده اللي ما يفوتها حتى شيء، سورتو كي تلقاو شجره تسرب النوار بالبلاستيك. انا ساعه دخلت في مخي ما نعرفش الجمعه اللي فاتت ضيفتنا ريم البنا صرحت لنا اللي هي قواده كبيره في المكتب. اني نشوفه يفاسكي وهو مسكين معناها حالته حليله نعاونه، واللي يبدا قريب لي هكا ونشوفه يسرق ويفاسكي نصب به. لقينا طفل مازلت تخلي يقرا على روحه مسكين وايس على الاخر كيسمع الحكايه. مانيش في القرايه، خليني نبطل القرايه، قرايه ماش نهبني صيك. كيفاش صيك قرايه؟ قد قريت شوف انا قسم تقرا. الاول نكملوا مع ريم وقت اللي جبدنا لها على الليكس نتاعها قالت انا حلفت باش ماش نحكي عليه العبد. نحن في سحري بحري حابين نعرفوه شكون وبعلوش دلنا شويه هو شنو خدمته. لا شك ان ليكس نتاع ريم البنا دي جي. درنا ولوجنا على الدي جي تاع العالم الكل. وليكم انتم اعزائي المشاهدين السكوب. هذايا ليكس نتاع ريم البنا. مينيون اي دي بلوش او بلاتين سي سي بي على ميوزيك سي كيفين اون مونت لي برافيا او علي هوب سي بارتي. كنت تذكر قبل لقينا واحد في الجمهور ريقت. انا مش نجم نقنع واحد مكسر. اما المره هذيا كلمه جمهور نار مستحقه على الاخر، على خاطر لقينا وحده قريب تهبط لقشه من السماء. It's your birthday. We gonna party like it's your birthday. We gonna sip a Bacardi like. نعلمكم وما غير فضايح وما تقولوا لحد. راهي الطفلة هذيك هي اللي داخت في عبد اللي شو قدام جعفر القيس. شو تقولوا لحد. في تعدد الوجود في الاميسيونات ما فماش كان الطفلة هذي، فما زاد عبير بناني اللي نهار الأربعاء أوميم طوم عنا نحنا متعدية مع قناة أخرى بحذنا المزيانة الوجه البشوش الصدر الرحب عبير البناني. عبير بناني الآن بعد ما كنا نحكيه على الفيلم أصبحنا نحكيه على الأكتواليتي نتاعها هي. تينا فادت زد دورت البارابول نلقاها في الرايون وزاد. أغوستين هي رسالة هيدي منتكاتو كويستا كازا ميا. المبرتشانة ما يخرب بيتك وانت ورانا ورانا كل حتة. أغيت ستبك. أوكي أغيت انتي تحكم مدام. ليميسيون يا جماعة بدات تاخد في منعرج دراكي في تو الجمعة اللي فات قلنا بعلوش روح من أمستردام وفرح بيه ونورمال نحل التلفزة نلقى جماعة تشم البرودة وباب. أيوة اشغل مصدر ريحتها اوه عليا اشغل تشفيق على سيجايس بينا على النفع العالمية الهيلة. اللهم لا تحاسبونا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. نهار الاربعاء عبير ومريم فسروا لنا وين عرفوا بعض. اي باش نقول لك في راجلي يلعب في الجولف دونك إلي تو لو تان انفيتي في لي تورنوا محترمين. مشينا للمغرب خوفي حسن مستدعينا لو برانس دو ماروك. انا مشيت قالت لي انت عابر بناني قلت لها اي قالت لي مقويني قلت لها لا انت مقويك خاطر انت هوني. عرفوا بعضهم في تورنوا تاع جولف في المغرب الى حد الان كل شيء مفهوم غير فما جمله تقالت وتعديت هكاك حتى حد مش لق به اما ما يتعدى الشيء عليا. فاشونيستا ولا عاود لي بالله فاشونيستا ولا مع لو برانس. نتقابلوا الجمعه الجايه في ليميسيون اكسترا. كان ما عنديش تورنوا نتاع جولف مع اوباما ولا مع ترامب ولا خاطر ممكن تعرف وقتي ثمين وبديت تكايه فهمت دونك فوالا.